محافظة الخليل لوقفة تضامنية من أجل أسران الأبطال. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر لله الحمد. ناصر أبو حميد يحتضر، هذه آخر التقارير الطبية التي أوردها المحامي عبر الأطباء المختصين في مستشفى برزلاي. تم إعادته الآن إلى عيادة الرملة، والآن يجري الترتيب ليتمكن أشقائه الخمسة من زيارته داخل عيادة الرملة. طبعا هناك رفض حتى الآن، وهناك حراك داخل السجون من أجل السماح لأشقائه بزيارته ولقائه ووداعه، لأنه التقرير الطبي واضح جدا، السرطان تفشى في جميع أنحاء جسده ولا يمكن عمل أي شيء، الأمر بإرادة الله. هذه الوقفة تحمل عدة رسائل، الرسالة الأولى هي إلى أسرانا بأن الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه إلى جانبهم بكل المستويات، وإلى جانب رسالتهم الوطنية. الرسالة الأخرى هي للحكومة الإسرائيلية ولإدارة مصلحة السجون بأن الشعب الفلسطيني إلى جانب الأسرى ولن يكونوا وحيدين مهما كانت الظروف. الرسالة الأخرى هي للمجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى فريسة للأمراض وفريسة لإدارة مصلحة السجون. لذلك مطلوب من المجتمع الدولي أن ينتصر لمطالب الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية بالإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد وغيره من الأسرى المرضى، وخاصة بأن هناك 23 أسير يعانون من مرض السرطان، وهناك شيوخ وكبار سن داخل السجون يحتجزوا ظلما وزورا. لذلك مطلوب من الحكومات يعني الدولية والمحيط أن يضغط على حكومة الاحتلال لنزع فتيل التصعيد الذي قد يكون جاهز في أي لحظة إذا استشهد ناصر أبو حميد في داخل سجون الاحتلال.